فأيقولوا مهربانا فرمي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم برا دار الراسخين كان كسانك ك خيان دورك لن لقناها تا قناه تاوانا قورا كان إلا لمم نبت اللمم ابن عباس فرمي ما دون الحدين حد الدنيا والآخرة واتوقنا هنيك حدك ديارك را وسزايش إلى دنيا دانية وسزايش ديارك تعيش إلى قيامة ثانية كوات أخوة قولا لو آياتي قناهي قوري جا كردوا لقناهي بسكولا ابن مسعود يشهر وهذا فرميت أقر بوشي ويا نبي فهو اللمم إمامي قتادش ذا فرمي هر أويك لم يبلغ حد الدنيا ولا حد الآخرة قاضي أبو يعلاش بهماشي وذا فرمي إمامي حجاي جروها وإمامي سمعاني جفرمي بناسين ويكبائر ألين كل جريمة أوعد الله تعالى عليها النار همو تاوانك أخوة قولها رشيد جهنم إلى خوانك كردبي بقناه قولة دجمير دري إمامي ما وردية فرمي الكبيرة ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد واتويس نوريشي واتاسزايشي دنياي جيجيري هبت وهرشيشي قيامة ابن عطية فرمي أواننك يوجد فيها حد في الدنيا واتاس نوريك وابابلين بسزايشي ديار كتابي بوتر خان كراو لدنيا داو هرشي بأغري جهنم ونفرتي خوالي كراو لقيامة إمامي قرطبي فرمي كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدته أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة هم تاوانيك شرع إخوة سزايشي تندي بو دياري كردبيت يا روني كردبيت وكزر الرزياني يكجار قوري وبقناهي قوري دجمير دري إمامي أبو العباس قرطبي أفرمي كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم هم قناهي قوري كان أوانن كشرع دياري كردو كما قناهيشي مزنا قناهيشي قورية يا سزايشي زور قوري لسرى ابن حجر عسقلاني جاء فرمي تفسير قرطبي من أحسن التفاسير من أحسن التعاريف باشترين تعريف بيناسيب وانباسا بيناسكي بيشري إمامي قرطبي ابن صلاح الشار زوري شروها أفرمي قناهي قورة أو قناهي كلها أمارات معروفة بها سنشانيشي قوريه وديار أشكرائه إجاب الحد أو يكا سزايشي الشرعي ودياري كرابه بكتاب السنة ياخذ وصف عليها بالفسق أو باللعن واتوقنا هيك لعنة النفرة بوترخان كرابي يا ديار كتابي كأمل الشرع درشوا إمامي نووي شروها دفرمي ابن تيمية جفرمي أمثل الأقوال في هذه المسألة باشترين وتا لم باسدا وتكي ابن عباس وكأبو عبيد أحمد يكر حنبل هنا ويانا ويجوية كالين كبائر وانا ابو كباس مانكر كل ذنب ختم بلعنة او غضب او نار فهو من الكبائر هم قناه هرشي اغير يا هرشي لعنة نفرتي خواه تربوني خواه الى سربي بقناها قوركان ديت جمار